قرة عين بني هاشم ومفخرة قريش ونبينا على رسول الله الكريم، بعثت الإسلام فينا وهديت إلى الصراط المستقيم، يا نور القرآن في قلوبنا وروح الروح في القلب مقيم، سميت بالصادق الأمين لأنك ذو الشأن العظيم، سيرتك مفتاح الجنة وحديثك الشريف الحكيم، فبارك الذي أتانا رسولا فؤاده رحيم. وقل للكافرين ذوقوا العذاب الأليم، فسبح بحمد ربنا خلق الإنسان في أحسن تقويم، محمد أنت شفيعنا يوم نلاقي العزيز العليم، اللهم صل على رسولنا وسلم عليه تسليم.